قصتك مع جوزك، جوازك أخرك رجعك لورا، أخره هو رجعه لورا، جوازتكم مع بعض أثرت عليكم؟ لا ما أعتقدش إن أنا أثرت عليه في... لا تصدقي ممكن أكون أثرت عليه في حاجة، بس ما أعتقدش برضو إن أنا أثرت على المسيرة، لكن أثرت معاه إنه لما جوزني في جماهير كتير قوي كانت برضو ليه وممثلة وما يعني عارف، كان وقتها الممثلة دي اللي هي دي فضيحة إن أنت تتجوز واحدة ممثلة. أنا لا ما أعتقدش إن جوزي أثر معايا زي ما أنا أثرت فيه، يعني هو أثر فيه أقل شوية مما أنا أثرت فيه، ولادي هم اللي أثروا فيها جامد، هم اللي خلوني قعدت شوية، لكن هو أحياناً يعني ساعات كان بيغلس في حاجات كده. زي إيه؟ غلس عليكي في إيه؟ أخرك في إيه؟ كان ممكن إيه خطوة منعك تاخديها لو كنت خدتيها كانت هتفرق في الكارير بتاعك وفي حياتك المهنية كتير؟ بصي هو عشان بس أبقى أنا فير، اللي هو رفضه أنا كمان كنت هرفضه، يعني أنا مش واخدة قوي على المشاهد المنفتحة بزيادة. أنا كإنسان خجول في الحتة دي، أنا ممكن يكون أنا ببان إن أنا شخص منفتح. فيلم إحكي يا شهرزاد اتعرض عليكي دور إيه فيه؟ انت عرفت ازاي؟ فيلم احكي يا شهرزاد، فيلم نجح جدا وكسر الدنيا وكان علامة كبيرة في السينما، اتعرض عليكي ورفضتيه، اتعرض عليكي دور ايه في الفيلم؟ احكي يا شهرزاد اللي هو بتاع منى زكي صح؟ احكي يا شهرزاد بتاع منى زكي، كان الدور المحامية اللي كانت قصاد استاذ محمود حميدة. محمود حميدة وكان في مشهد عالسرير، واللي رشحني كان أستاذ وحيد حمد يعني الله يرحمه، وأنا كنت بحبه موت ورحت قابلته في الأوتيل اللي هو كان دايما معتاد إن هو يقعد فيه، واتكلمنا وقال لي أنا شايفك نجمة وعايزك في كذا وكذا وكذا، واداني السكريبت وبعدين رجعت قريت ورجعت تاني ليه، فقلت له مش هقدر أعمله. قال لي ليه؟ قلت له عشان في مشهد على السرير. قال لي انت بتهزري، انت بترفضي فيلم لوحيد حامد وانا مؤمن بيكي وشايفك نجمه؟ قلت له انا اسفه جدا، انا مش عايزه ارفض، بس حياتك شلت المشهد ده انا همثل. فقال لا مش انت اللي هتقولي لي اشيل ايه وما اشيلش ايه. فكان الاختيار عندي صراحه تو بي اونست. لا اوسه ما اتدخلش خالص، انا عارفه ان هو كان حق، عارفه ان هو مش يعني كان ممكن يقبل؟ لا لو كنت انت صممتي كان ممكن هو يقبل؟ لا كان هتبقى في مشكله. ليه؟ لانه وقتها كمان كنا احنا اول ما جوزنا كان في حرب كبيره جدا جدا، وكان جمهور الزمالك بيشتم، وكان وانت متجوز ممثله ودي مش عارف ايه وايه، فاوريدي كان اللود عليه عالي، فانا ما كنتش حابه برضو ان انا اعمل له مشكله. لو كنت قبلتك هتبقى مشكله جامده جدا 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 جدا. ايه المشكله اللي كانت هتحصل؟ لا كان هيتشتم اكتر، كان هيبقى هيتاذي اكتر، لا كان هيحصل ممكن قوي كان يحصل له في الكارير مشاكل، جمهور الكوره برضو يبقى انت مش سهل. يبقى انت اتاثرتي؟ ما اكيد كنت كل حاجه بتحسبيها. ما خلي بالك ممثلات كتير كانوا في بداية حياتهم ممكن شوية، أنا ما بقولش إن المشاهد تبقى أوفر ولا أي حاجة من الحاجات دي، بس ممكن تقبل مثلا حتى بدور جريء، حتى لو هي مش يعني فيش مشهد صريح بعينه، بس ممكن الدور شخصية يبقى جريء، إن هي شخصية جريئة، فممكن تكون أنت رفضتي حاجات كتير عشان ما تحطيهوش هو في موقف مش هيعرف يعالجه بعد كده مع الجماهير. والله ده جزء، بس المين كان عندي انا، يعني انا في قبلها برضو تجربه مهمه جدا رفضتها، ودي كانت بالنسبه لي يعني قاتله، قعدت اسبوع في البيت اعيط، بس لان فعلا انا مش عارف اعملها ومع حد كبير ومهم مهم مهم. انت رفضتي وحيد حامد؟ حد يرفض دور مع وحيد حامد؟ يعني اي حد هيفكر يقول ازاي؟ كان في فيلم مع الاستاذ يوسف شاهين ورفضت.